ودلوقتي احنا حضرنا الاوردر وبنحطه في الكيس، وبيتم تغليف البذور في الكيس لوحده علشان ما تتلخبطش مع بقية الاوردر. وطبعا مش هننسى الهدية، هنحط الفاتورة وهنقفل الاوردر بتاعنا وهنحط البوليصة بتاعت الشحن، وبكده الاوردر جاهز على الشحن. بونسوار، اخباركم ايه؟ انا ميمي. النهارده بلانتيفاي بعتلنا مايكرو جرينز كيت، اللي هتبقى عباره عن 10 انواع بذور مايكرو جرين، بذور شبت وبذور سلق وبذور فلفل احمر، بذور بروكلي. حد بيعد ورانا؟ سبانخ، بنجر، بقدونس، و دوار الشمس او عباد الشمس حسب انه دولة العربية احنا فيها. فدول البذور، وبعت معاهم علب استمبات. يا جماعة مش مهم انا بنسى الكدر، مهم الحاجات هي اللي بنسى الكدر. عبارة عن برضو تقريبا بعدد البذور، بيبقى جواها اوبس ليبلز عشان العلب، نكتب عليها من فوق اسم البذور اللي احنا بنعملها وغطا والعلبة بتاعها، يعني ونقفل عليها كده كده تبقى العلبة، ونحط الليبل من فوق. فهم جايبين برضو تقريبا 10 بغطيانهم، وبعتين لتر ونص او لتر بوينت فور 1.4 لتر من التربة بتاعتهم اللي هي البلاك جولد دي، برضو ممتازة جدا. سيب منها 2. هو في هكتب حاطط لكم اللينك بتاعها على الويب سايت. هو الباكج على بعضها اسمها باكج مايكرو جرينز. دول كده يبقى كده الباكج كلها كده على بعضها، دي كده 2 لتر، والبذور كلها وتقريبا 2 لتر، دول 3 لتر الا شويه الاثنين البتين دول، وانواع البذور بتاعتهم والعلب. دول كده مبعوت لنا من بلانتيفاي علشان نزرعهم كمايكرو جرين ونجربهم. بلانتيفاي بعتهم هديه، فالفيديوهات الجايه اللي تبقى على مايكرو جرينز تبقى سبونسرد بيهم. بس هم مش دافعين فلوس اعلانيه بتاعهم، بس بعت لنا حاجه نجربها واحنا هنستغلها احسن استغلال يعني حقيقه، وهنزرعها. المايكرو جرينز اللي ما يعرفهاش، دي بتبقى بذور معدله بحيث ان هي تتزرع وتتلم بعد 10 ايام، فيبقى فيها نسبه فيتامينز وان الفوائد بتاعتها ازيد من البذره العاديه لما نستناها. يعني بقدونس لما هنجمعها بعد 10 ايام تبقى لسه زرعه باينه صغنونه، ستم ساق صغير وورقه صغيره وجدر صغير، بس دي بتبقى مليانه نيوترينز، فلما بناكلها بيبقى فيها فيتامينات ومعادن اكتر، فده بيسهل عمليه الزراعه. بدل ما نقعد نستنى كذا اسبوع او كذا شهر، ممكن بعد 14 يوم ناكل بقدونس. بيبقى طعم البذور نفس الحاجه، يعني لو هي بذور بنجر هتحسه بطعم البنجر، لو هي سبانخ هتحس طعم السبانخ، البقدونس طعم بقدونس، الشبت طعم الشبت، بس بنبقى نقلل فتره الزراعه بتاعتها. طبعا دي ممكن تنزل مايكرو جرينز من غير تربه او بتربه، يعني ممكن تحط زي قبل كده ما عملت بذور الشيا حطيتها على منديل، فممكن نزرع على منديل، واللي عايز يزرع التربة في تربه يزرعها مفيش مشكله، وتبقى النبته كلها صالحه للاكل، الورق والجدر والساق. الجدر يعني لما بنغسلهم الطينه كويس بنقدر ناكله وبيبقى مفيد جدا. كده باذن الله ربنا يسهل، كل اسبوع هزرع معاكم نوع من انواع البذور دهيت، فياريت تابعونا. وبمناسبه ان عيد ميلادي الشهر ده، انا طلبت منهم ان هم يعملوا كود خاص ميمي 15، وهيبقى فيه خصم 15% على كل الويب سايت ما عدا الباكجز. بعتين ايه تاني بقى؟ اوه، بعتين بذور زعتر كمان جوه. انا لسه بتشرب الحاجات دي معاكم. ادي كمان بذور زعتر، ده في حاجات ممتازة. دي محل التسميد عشان لما احنا بنزرع
ميه نقدر نسمي بالمحاليل ديت. في حاجه اسمها لانفيتال الان بي كي بتاعها 2.16، ده للزراعه المائيه، وبلانت فلاورنج ده غالبا للتزهير، يبقى ده للورق وللتزهير، والان بي كي بتاعته 0.54. دول كل واحده فيهم 1 لتر، كل واحده فيهم 1 لتر. وبلانت مايكرو ده بيقوي النبات وبيخليه مقاوم للامراض، ده للخضار غالبا. بلانت مايكرو ده ان بي كي بتاعته 5.01، يبقى ده للورق للخضار وللتزهير، كل واحدة فيهم لتر. هنقرأ بقى الاستخدام موجودة على علبة، عايزة بقى وقت هقراها. انا بجربها ليه؟ لان كده دلوقتي تعقيل نباتات كتيرة في المية، فاكيد النباتات اللي في المية دي محتاجة تتسمد، عشان كده هسيب لكم لينكس الحاجات ديت اللي عايز يشتريها. المايكرو جرينز انتوا ممكن تجيبوا الباكج مجموعه على بعضها، او ممكن تجيبوا نوع واحد، هو بيبقى عندهم في الويب سايت كل باكج وحدها ممكن تتباع. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنونا هيكم تستخدموا دول ازاي بعد كده. هو الفيديوهات الجايه وهزرع معاكم المايكرو جرينز كل اسبوع نوع. لو انتوا على تيك توك يا ريت تعملوا فولو، ولو انتوا على اليوتيوب يا ريت تعملوا سبسكرايب، ولو على الفيسبوك يا ريت تعملوا برضه فولو، ولو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشيروا مع اصحابكم. باي باي.